الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، نسمع ونشاهد مناظر بشعة وصور مسيئة عن هذه الجرائم العظيمة التي تقدم عليها النفوس الشريرة والأيدي الخبيثة التي هي عدو للإسلام بكل صوره. هذه الجرائم العظيمة تنشرها وسائل الإعلام ويشاهدها الناس علنا. ماذا يحصل في بلاد الإسلام من منتسبين إلى الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويلق بعضهم بعضا؟ هذه الفئات المجرمة الآثمة التي سفكت الفساد، سفكت الدماء، أراقت الدماء ظلما وعدوانا بلا سبب ولا مبرر ذلك، ولكنه الظلم والعدوان وطاعة الأعداء. هذه الفئات المتربية على أقلام المخابرات العالمية الذين اهتموا بإساءة المسلمين وسفك دمائهم بغير حق، جرائم تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الجلود. إنها حق، جرائم عظيمة، جرائم شر وبلاء. يا أيها المسلم انتبهوا لأنفسكم. أمر آخر، أن شريعة الإسلام بريئة من هذه الأخلاق السيئة، فالله ورسوله براء من هذه الأخلاق السيئة، وكل مسلم يرفض هذه الأخلاق ويبغضها ويكرهها ويعتقد ضلال من استباح دماء المسلمين. أيها المسلم، هؤلاء قتلوا المصلين الصائمين، قتلوا القائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلهم ظلما وعدوانا. في الحديث أن أسامة بن زيد لما حمل على رجل من الكفار ليقتله قال لا إله إلا الله، لكنه قتله ظانا منه أن هذه الكلمة قالها تخلصا من القتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مات أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف بك ولا إله إلا القيامة؟ أشققت عن قلب الآخر ذلك؟ كل هذا تحذير من قتل النفس، وهؤلاء يقتلون النفوس البرية وينسبون ذلك إلى الإسلام. أمر آخر، أن هذا القتل إرهاب منظم وعدوان غاشم وظلم وضلال وتفريق ونهب للأموال وتدمير للبلاد واستباحة لها وفتح فرص التدخل على الأعداء الجبية في بلاد الإسلام. هؤلاء مطايا لكل سوء ولكل شر وبلاء. أيها المسلم، ومن أعظم ذلك أنهم غطوا جرائمهم وألفقوها بالإسلام وزعموا أن هذه خلاف إسلامية وأن هذا جهاد إسلامي وأن هذا وأن هذا. فسبحان الله، كيف يروج على المسلم هذا الباطل؟ أين الجهاد الحق وأين حب الإسلام؟ إنما هؤلاء ليسوا مجاهد، ولكنهم على ظلم وعدوان واغتصاب وضلال ونهب وسلب وتمهيدا ومطايا لأعداء الإسلام ليتخذوا من وسيلة للتدخل في بلاد الإسلام، وأن ليس العجز عن إدارة أبناء بلادهم وعن تصريف شؤونهم، فلا بد أن يؤخذ على أيديهم. هكذا يريد هؤلاء الشاذون، هكذا يريد هؤلاء المجرمون. شباب الإسلام، اتقوا الله بأنفسكم واحذروا أن تنساقوا مع هؤلاء أو تظنوا بهم خيرا أو تظن بهم، فإنهم أعداؤكم وأعداء دينكم. لا تظنوا أفعالهم طيبة، أفعال كلها خبيثة وكلها ضالة وكلها أخطاء. فيا شبابنا، الله في أنفسكم، لا تنساقوا وراءهم ولا تطيعوا قيادتكم، فإنهم على ضلال وفساد. نسأل الله أن يخلص بلاد المسلمين من شر أولئك، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللي بيسمع خبر يا شيخ واللي بيك يعني تنصحنا بايش نفعل ماذا نفعل يا شيخ؟ اسمع هذا الخبر يا شيخ بالله، اسمع هذا الخبر بالله. بارك الله فيك، اسمع هذا الخبر ان شاء الله. طبعا قالت قناة هذا هؤلاء انصار السريعة يعني هذا اليوم وجدوا الخبر هذا يعني قناة الكفرة السلفية، يعني يقولوا لي على قناة بنغازي انها قناة كفرة. الرجاء النشر والتحذير كل من ذكر اسمه في القائمة، قائمة جديدة تصدر للمستهدفين بالقتل والتصفية حسب ما تم الحصول عليها من ورقة وجدت في احدى المساجد في بنغازي مضمونة كما يلي. طبعا هذه الورقة يا شيخ صالح فيها 40 نفر من الشباب السلفيين قتلوا رقم 16، واليوم وصلنا خبر انهم قتلوا احد الاخوة اللي موجودين في الورقة، ويعني سيصفوا باقي الاخوة السلفيين يا شيخ. يعني ماذا نصنع يا شيخ صالح؟ والله نحن في حيرة، ونحن حتى احنا هنا في الغرب ليبيا خايفين يعني من انصار الشريعة موجودين، يعني حتى في منطقتنا هذه موجودين. خايفين من انصار الشريعة؟ خايفين يا شيخ، هم الان بدأوا يقتلوا الشباب السلفيين. انا كده الزموا الحذر وتسلحوا. نعم. الزموا الحذر وتسلحوا. واتصلوا بالدولة خلوا بين الدولة تواصل. هو يعني تو الآن هو الآن حفتر اللي قائم على الجيش الآن هذا يعني حفتر الذي قائم على الجيش هو يعني هل هو يقفون مع أنصار الشريعة؟ لا هو ضد أنصار الشريعة، هو الآن يحارب أنصار الشريعة. بالأمس كان قتال شرس بيناتهم وقتلوا مجموعة من أنصار الشريعة، ويعني وعنده حتى احد الابناء يا شيخ صالح احد ابناء يقرا في مدرسه قد الشيخ محمد سعيد الاسلام في مصر غادي شاب سلفي الحمد لله. هذا اول شيء حصلوا على دخول الذكر، واما بالنسبه الدوله وين هي انا هو الدولة يا شيخ صالح الدولة يعني الآن اللي ما يسمى بالمؤتمر الوطني فيه كثير من الأخوان المسلمين وفيه من فيه حتى من الجماعة المقاتلة هم اللي يدعموا في انصار الشريعة. والله يا اخي في هذه فتن. نعم استاذ. اذا كانت الدولة ما تستطيع توقفها فكل انسان يستعد بسلاحه. نعم. ومن تعرض لكم دافع عن نفسك ومن لم يتعرض لكم لا تتعرضوا له. والله يا شيخ نخشى على انفسنا، انا نشتغل في الجيش، انا الحمد لله عدو عقيدة سلفية ونشتغل في الجيش. وخاف على نفسي يعني والله قعدنا في حيرة من امرنا، يعني هل نقاتل نذهب ونقاتل مع هذا مع حفتر ام نبقى في بيوتنا وما عرفنا كيف نتصرف. ايش اللي حصل ما دامت انهم هم يتقصدون اهل البلد يقتلون منهم يزعمونهم انصار الشريعة هذا لا حاجة من الدولة تقوم بوصف الجيش. يا شيخ صالح يا شيخ صالح الجيش انا نشتغل في الجيش، انا اشتغل في الجيش ضعيف، الجيش ماليش في اي وجود، الجيش ماليش لان موجود الذروع هذه تبع الاخوان المسلمين وتبع يعني بعض من اعضاء المؤتمر، يعني دارين الان دارين تشكيلات كل واحد يعني عنده تشكيل من الميليشيات يدافع عليه. الجيش ماليش في اي وجود اليوم، ماليش في اي وجود الجيش الا الان حفتر، اليوم حفتر انضم معاه 70,000 من الجيش اللي يخدموا في الجيش الليبي انضموا معاه الان ويقاتلوا مع حفتر. هل انا يا شيخ صالح انضم مع حفتر ونقاتل معاه؟ على كل حال يمكن يصير هو يكون هو المسؤول مثل ما فعل السيسي. نعم يمكن نفكر بهذه استقر له الامر فهمت تبع وان كان لا اللجنة هذه ما لها وجود في طرابلس. الان هو يا شيخ صالح طبعا احنا ليبيين ونعرف الليبيين ونعرف العائلات الليبيه والمناطق، الان كل الليبيين يأيدوا في حفتر ويريدون حفتر، قالوا نريد حفتر يعني الان ضموا معه كثير من المناطق الليبيه انضمت معه وتؤيد حفتر بما يقوم به لانه يحارب انصار الشريعه يعني الخوارج. والله ولا نعم اذا كان عامة الليبيين انضموا الى هذا الشيء وعامل الجيش انضم الى حفتر. نعم ولا لا؟ نعم.
لا حتى الجيش انضم مع حفتر، حتى الجيش كثير من الجيش انضم مع حفتر. هي انضم مع حفتر، معناها ان الحكومه ستكون هي حفتر. نعم 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 يا شيخ. نرجو الله اذا تم ذلك ان يوفق الله حفتر لنصرة الحق وفهم الباطل ان شاء الله تعالى. اللهم امين يا ابراهيم، بارك الله، ننشر هذا الكلام يا شيخ صالح. كيف كمان ما في شيء. ننشر هذا الكلام. الله انا قمت بتسجيل هذه المكالمة، تسمح لي بنشرها؟ لا لا باذن الله هذا الكلام ان شاء الله ينشر يا شيخ، وباذن الله يقوم بنشره حتى في الشبكات السلفيه، شبكه الصحابه وشبكه البينه، ان اعطيتنا الاذن ان شاء الله. الضيب راحت الشخص اللي يقوي على الفتن. نعم. ويؤمن البلاد من الاضطرابات التي تشحق بموجبها الدماء. نعم. الله يسهل امرك. اللهم امين، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ صالح، بارك الله وياك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.